اش بغيتوني ندير لهم؟ المسيرة البارحة مع من غادي نهضر؟ لمن غنوجه الانتقاد ديالو؟ حتى واحد ما تبناها، حتى اللي دخلوا لها كيظهر خرجوا منها. إذا هي مجهولة. أنا بغيت غير نتعاطف مع دوك المواطنين اللي جاوا ونقول لهم أخوتي أنا غير على بحالكم راني كنضار. إلا جيتيو كنتيو ضدي فهمتيني ولا لا؟ عن حق أنا قابل. إلا غير تلعبوا بكم شي وحدين أنا مسامحكم لأن أنتم ما درتي والو. بغيت نقول لكم اليوم انتبهوا، رانا غير واحد منكم اللي لعب عليكم حتى في مسيرة وربما ما عطاكمش داكشي اللي اتفقوا معاكم عليه، بحال اللي قال واحد الدري في الشريط قال جينا على 100 درهم ما عطاكمش 100 درهم، ربما ما عطاكمش حتى الغدا مزيان والعربون باين. كانوا الناس كانوا الناس كانوا واضحين معاكم. نهار 7 اكتوبر غادي تمشيو تصوتوا، ما غيلزمكم حتى واحد، ما غيدخل معكم حتى واحد لي زوروار. اولا سيروا صوتوا، صوتوا على من ما بغيتوا، المهم سيروا صوتوا. ثانيا ردوا البال، راه ماشي قضية عبد الإله بن كيران ولا ماشي عبد الإله بن كيران، قضية شنو بغيتيو للحكومة ديالكم. رئيس الحكومة هو رئيس الحكومة، ولكن راه هذيك وزارة الداخلية، وما أدراك ما وزارة الداخلية. خليونا نقول ما نقدرش أنا نبدا نقول لكم الخريف البيتة. ثانيا ماشي ما تكلمتش معاهم، تكلمت معاهم، ولكن هما عندهم واحد المقاربة. راه قالها وزير الداخلية في البلاغ ديالو اللي كيرد على السي انا سولتو غير على الترخيص. قال هو عندهم واحد المقاربة وفعلا ماشي جديدة هذه المقاربة، وانه ملي كيكون شي مظاهرة كبيرة واخا ما كتكونش مرخصة تيحاولوا ماشي يوقفوها باش توقع اصطدامات وتوقع مآسي، لا كاناليزي باش ما تكونش اشكاليات امنية. خصكم تعرفوا كيفاش كنتعامل انا مع وزير الداخليه. وزير الداخليه ملي تيقول لي شي حاجه ماشي ضروري كنكون مقتنع انا بها 100%، ولكن صافي انت قلتي له هو قال لك، واش بدا ندير انا وياه؟ نتجبدوا انا وياه؟ وكملوا من رؤوسكم. واش الرميد مدفوع؟ الاخوان خصكم تعرفوا السر الرميد. سي مصطفى الرميد انسان ولد الناس، مخلص، مخلص لبلادو، مخلص لملكو، مخلص لدينو، كيخدم من نيتو. واني شي مرات ما تيصبرش، فهاد الشيء اللي شاف في هاد الايامات هادي من القضيه ديال السي بوصوف اللي هو صديق ديالو لهذه القضيه ديال البارح ديال المسيره وما بينهما لم يصبر وخرج هذيك التدوينه. لا يزيد ولا ينقص، ما دفعوا لا حزب لا حتى شي واحد، انه وزير الملك عينه بصفته الشخصيه كوزير ديال العدل باش يشرف مع وزير الداخليه على الشؤون ديال الانتخابات كما قال جلالة الملك تحت سلطه رئيس الحكومة ومسؤولية وزيري الداخلية والعدل. متفق عليها الأمانة العامة بالإجماع أكثر من هذا، أنه الحكومة المقبلة نكون فيها حنا والبار غير والو، والله أعلم.
باش تكون زعما الامور واضحه وكنت انا معكم. ما كاينش شي حاجه الان في هذه اللحظه اللي احنا متفقين عليها بالاجماع انه لا يمكن ان تضمنا حكومه واحده. احنا وهذا الحزب اللي ما قصرش في الاساءه وما قصرش في الارباك والافزاع ديال المواطنين وديال الطبقه السياسيه وديال الطبقه الاقتصاديه والابتزاز واشياء تصلنا اخبارها من هنا ومن هنا. احنا ما يمكنش نمشيو مع هذا، يكون مطمئن البال. لا بغاو المغاربه ياخذ الحكومه يدير بها اللي بغا، احنا غنمشيو للمعارضه. بوان.